من أغرب القصص، بل من القصص التي يمكن أن تصنف في خانة الخيال، تلك التي رواها ابن الأرجنتين الذي لم يكن يعلم أن القدر سيقوده للعب في مباراة استعراضية داخل سجن في كولومبيا، لا كاتدرال، ذلك السجن الفندق الذي ينزل فيه بارون المخدرات وزعيم المافيا بابلو إسكوبار. في جنبات القصة أو في تفاصيلها، تلقى مارادونا دعوة مقابل مبلغ مالي ضخم من رجل أعمال كولومبي للعب مباراة استعراضية. لم ينتظر طويلا ليسافر، لكنه تفاجأ باقتياده معصوب العينين لسجن لم يعلم حتى هو أنه لعب وأمتع بحضور إسكوبار، ولم يتسنى له معرفة ذلك إلا بعد المغادرة بعدة أشهر.